لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقنا إلا بالله، وما توكلنا إلا على الله، والصلاة والسلام الأتمان الأطهران على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير نبيٍ اجتباه ورحمةً للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدًا. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم أكرمنا بالقرآن، اللهم لا تهنَّا بالقرآن، اللهم ارفع شأننا بالقرآن، أعِنَّا على الصيام والقيام، وتقبَّل صلواتنا يا رب العالمين، آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نختم اليوم مقدمتنا في الحديث عن القصص القرآني، قبل أن نبدأ بالقصة الأولى في اللقاء الذي سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى وأحيانا. وقد ذكرت في لقائنا الذي مضى أن للقصة القرآنية مقاصد، وسأذكر لكم مقاصد ثلاثة من مقاصد القصص القرآني. المقصد الأول تكلمت عنه في اللقاء الذي مضى، وهو المقاصد الرسالية للقصة القرآنية. وأبدأ إن شاء الله تعالى الآن في الحديث عن المقصد الثاني من القصص القرآني، وهو المقصد التربوي من القصة القرآنية. فالله سبحانه وتعالى يقص علينا هذه القصص من أجل مقاصد تربوية، وتحت هذا العنوان المقاصد التربوية للقصة القرآنية عندنا عدة نقاط. النقطة الأولى، القصة القرآنية تربي الإيمان بالغيب في نفوس المؤمنين، تربي الإنسان على الإيمان بالغيب. وأنتم تعلمون أن جزءًا كبيرًا من ديننا هو غيب، فأعظم حقيقةٍ في حياتنا هي رب العالمين تبارك وتعالى، هي غيبٌ من الغيوب. فالله سبحانه وتعالى غيبٌ عنا، الجنة والنار والحشر والصراط والبعث وسؤال القبر، كل هذه الأشياء من لا يؤمن بالغيب لا يمكن له أن يؤمن بها لأنها غيوب. إذن القصة القرآنية ترسخ في نفوسنا الإيمان بالغيب، لأن القرآن العظيم يتكلم عن أمر وعن قصص هي بالنسبة للمؤمنين غيب لم يشهدوه ولم يعاينوه. لذلك وصف القرآن الكريم المتقين الذين استهدف القرآن هدايتهم، فقال في أول أوصافهم، أول ما نفتح المصحف الشريف بعد سورة الفاتحة نجد سورة عظيمة مبتدأ بقوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين شكونهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالإيمان بالغيب قبل إقامة الصلاة وقبل إيتاء الزكاة وقبل آيات التي تتكلم عن الإيمان، أعظم أوصاف المؤمنين هو الإيمان بالغيب، لأنه إذا آمن بالغيب آمن بحقائق الإيمان. لذلك ترى القرآن الكريم يقص علينا غيوباً، يتكلم عن الجنة ويتكلم عن النار ويتكلم عن عالم الجن وهو عالم بالنسبة لنا غيب، يتكلم عن الملائكة، يتكلم عن أهل الكيف، إلى غير ذلك من الحقائق الإيمانية الغيبية التي يرسخها رب العالمين تبارك وتعالى في نفوسنا من خلال القصة القرآنية. إذن المقصد التربوي الأول هو تربية المؤمنين من خلال القصة القرآنية على الإيمان بالغيب بالله سبحانه وتعالى. المقصد التربوي الثاني أن القصة القرآنية ترسخ في نفوسنا الإيمان بقدرة الله المطلقة،
وأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإن كانت هذه الحقيقة مسلمة عند المؤمنين، لكن الله عز وجل يرسخ معنى إطلاق قدرته، وأنه لا يصعب عليه شيء من خلال عرض القصة القرآنية. نجد في القصص القرآنية وخيانه أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا غرس في نفوسنا كما يقول أهل التربية وأهل المعرفة، فإذا غرس في نفوسنا واشتعلت في قلوبنا جذوة الإيمان بقدرة الله المطلقة، سعدنا وسعدت حياتنا. نحن اليوم نعيش في مشاكل، أحياناً من ضعف الإيمان نشك في ربنا تبارك وتعالى، وتشك قلوبنا في قدرة الله تبارك وتعالى. أن الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا أن نؤمن بإطلاق قدرة الموت، والعلم الذي لا نهاية له، لا محدودية له سبحانه وتعالى، تعالى سبحانه عن الحدود كلها، جل جلاله وتعالى عن الشبيه والمثيل، وسبحانه وتعالى كما علمنا مشايخنا أن الله سبحانه وتعالى كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان، علم ما كان وعلم ما سيكون لو كان كيف كان يكون. فكل المخلوقات محتاجة إلى ربنا تبارك وتعالى، فالله لا يسكن السماء، الله خالق السماء. فكما قلت، إذا أمنا أن الله سبحانه وتعالى ليس له حدود ولا يحده شيء، أين نجد هذا الكلام؟ نجده في القصة القرآنية. تعزيز الإيمان بالقدرة وإن القوه نلقاها في القصة القرآنية. في أول ما نبدو نقرأ سورة البقرة، أول قصة حكى عليها ربي سبحانه وتعالى قصة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام في أطوار خلقه، كيف خلقه الله سبحانه وتعالى من التراب، ومر في مراحله حتى صار آدم أبا البشر. نجد ذلك في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، كيف خلق الله عز وجل عيسى من أم بلا أب، خارقا من خلال ذلك قوانين الطبيعة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نجد ذلك في قصة البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها، فأخذوا جذعا أو جزءا من البقرة فضربوا المقتول، فقام المقتول ليشهد على قاتله من بني إسرائيل. يعجزوا الإيمان بقدرة المولى تبارك وتعالى. نجد ذلك أيضا في قصة إبراهيم، في الطيور الأربعة التي ذبحها وعجنها بدمها وجعل على كل جبل منها جزءا ثم دعاهن فجئنه سعيا. نجد قصة الذي مر على قرية فوجدها خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، إلى آخر الآيات التي تكلمنا عنها سابقا. هذه القصص، قصة آدم، قصة عيسى، قصة البقرة، قصة إبراهيم مع الطير، قصة عزير الذي مر على القرية، قصص خمسة أضربها مثالا لكم. وأقول أن مقصد هذه القصص أن نعزز إيماننا بأن الله مطلق القدرة ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. إذن الإيمان بالغيب من مقاصد القصة، الإيمان بقدرة الله المطلقة من مقاصد القصة. ثالثا الإيمان، القصة يا خياني لو نتأمل جيدا ونتدبر كلام ربنا تبارك وتعالى نجد أن القصة القرآنية تربي الإنسان على الإيمان بالاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. وأقف قبل أن أواصل، يخيلني لكم في صلاة الجمعة التليفون ما يجيش، راه مبطل للصلاة، اللي قاعد تو يستعمل في التليفون وكذا ويكونكتي راه مبطل للصلاة، أنت دخلت من الجامع سيد خلي كل الأمور الدنيا الغار، وإلا صلاتك باطلة. نسأل الله تعالى الفهم وحسن الاتباع إن شاء الله يا رب العالمين. يعني يجي مخر والإمام يبدأ يخطب ويصلي في ركعتين يخالف المذهب المالكي اللي هو مذهب المسجد متاعنا، ويقعد يمشي في الصفوف يشد في التليفون وبعد يجي يصلي ركعتين ويقعد. هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، وسوء أدب في المسجد، وسوء أدب أنك في حضرة الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي لنا أن نتربى كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته لما للصلاة من يوم الجمعة قال فاسعوا. والسعي لابد له من أسباب يأخذ بها حتى يحصن الإنسان دينه وصلاته وجمعته. نعم، الإيمان بالغيب يا خياني قلت من مقاصد القصة القرآنية.
الأمر الثالث الإيمان بالغيب والإيمان بالقصة القرآنية أنها تربي الإنسان على الإيمان بالاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، أن نستسلم لله ولو كان ظاهر الأمر الذي يفعله ربنا شرًّا في الظاهر، يجب علينا أن نذعن له وأن نعتقد أن أفعال الله في جملتها تستبطن الحكمة. لا يمكن لربنا تبارك الحكمة، نحن ننظر إلى أفعال الله في الظاهر، مؤمنين أن نعتقد بأننا نؤمن بإله لا يمكن أن يصدر منه حكم إلا عن حكمة، أو يصدر منه فعل إلا عن حكمة. جاءت القصة القرآنية من أجل أن تعزز هذا المعنى في نفوسنا لكي نستسلم لأمر الله ولو لم نفهم ظاهره. أين نجد ذلك؟ نجد ذلك في قصة أم موسى عليها الصلاة والسلام، التي أذعنت وخضعت لإلهام الله عز وجل بأن تلقي ولدها في اليم. قال الله عز وجل في سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وسنأتي عليها إن شاء الله تعالى. فقال: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. الرب سبحانه وتعالى يطلب منها أن تنجي ولدها. كان مقتضى القصة خبئي ولدك، أرسليه إلى قرية. الله سبحانه وتعالى يقول لها: إن أردت أن تنجي ولدك من الموت فضعيه في الموت، من أجل أن يذعن الإنسان لأمر الله ولو لم يفهم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ما نفهمه من هذه القصة التي ذكرتها مجملاً أن نستسلم لأمر الله تبارك وتعالى ولو كان ظاهره لم يفهم. فأفعال الله قد تكون في ظاهرها غرة وفي باطنها عبرة، قد تكون في ظاهرها شر وفي باطنها خير. يجب علينا أن نؤمن بالله قادراً. من مقتضيات الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. القرآن الكريم والقصة القرآنية لها هدف تربوي، تربية القلوب على الإذعان لله تبارك وتعالى بغض النظر ما هو الأمر الذي يأمر به ربنا تبارك وتعالى. نحن في كل جمعة نقرأ سورة الكهف ونقرأ الحوار الذي دار بين موسى وبين عبد من عباد ربنا تبارك وتعالى كما وصف القرآن: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه. الصلاة والسلام لو لم يؤمن بهذه الحقيقة التي أذكرها لكم وهي الإذعان لله تبارك وتعالى لما أقدم على قتل طفل يذبحه بيده لا ذنب له. لكن الله يريد من خلال القصة أن نسلم لله ولو كانت قلوبنا نافرة من ذلك. كل قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر كما يقول عباس محمود العقاد رحمه الله تعالى في كتابه حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، يقول: قصة موسى مع الخضر عليه الصلاة والسلام تهدف إلى أمر واحد، وهي أن هناك فرق بين الظواهر والبواطن. إن نظرنا إلى الظواهر خالفنا الله عز وجل سبحانه وتعالى، وإن نظرنا إلى البواطن وهي حكمة الله في أفعاله سلمنا أمرنا لله عز وجل، ابتداء من قتل الطفل البريء ومرورا بخرق السفينة التي لا ذنب لأصحابها وانتهاء بإقامة الجدار الذي أراد أن ينقض فأقامه. أنكر موسى عليه الصلاة والسلام على الخضر لأنه نظر إلى ظواهر القصة، والله عز وجل يريد أن يربينا من خلال هذه القصة أن نذعن للحكمة ولو خالفت قلوبنا وأهواءنا، ولو خالفت قلوبنا وأهواءنا. نجد هذا المعنى ظاهراً في قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع أمه، في قصة موسى عليه السلام مع الخضر في رحلتهما إلى البحر. إذن المقصد الأول من المقاصد التربوية أو المعنى الأول، خليني نقول النقطة الأولى من مقاصد القصة التربوية في القرآن، تربية الإنسان على الإنسان على الإيمان بالقدرة المطلقة التي لا يعجزها شيء. ثالثاً
تربية الإنسان على الإذعان للحقائق الربانية ولو لم تفهمها عقولنا. الأمر الرابع والأخير الذي يندرج تحت المقاصد التربوية للقصة القرآنية هو أن الله تبارك وتعالى يربينا من خلال القصة على الأخلاق الفاضلة. القصة القرآنية يوخياني من مقاصدها تربية النفوس على الأخلاق الكريمة. تعزز القصة القرآنية عواقب فعل الخير وعواقب فعل الشر. رب العالمين تبارك وتعالى أمرنا بالخير وذكر لنا عواقبه، ونهانا عن الشر وذكر لنا عواقبه، فهمنا ذلك. لكن الله عز وجل أراد أن يرينا عاقبة فعل الخيرات وفعل المنكرات من خلال القصة القرآنية. لذلك لو تفتح المصحف لن ولم تجد قصة في القرآن الكريم إلا وتوجد فيها صالحون، إلا وكان عاقبة هؤلاء الصالحين الخير وطالحون كانت عاقبتهم الشر. أراد الله سبحانه وتعالى أن يربي نفوسنا على الأخلاق الفاضلة. أين نجد هذا؟ نجد هذا في قصة أصحاب الجنة الذين أقسموا ألا ينفقوا من ثمارها على الفقراء. جاءت العاقبة أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر في سورة القلم أرسل عليهم ريحاً كالصريم أهلكها عن بكرة أبيها. نجد ذلك في قصة صحابي الجنة في سورة الكهف. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك إلى آخر الآيات. نجد ذلك في قصة قابيل وهابيل. نجد ذلك في القصة أن العاقبة هي الحسد والعياذ بالله، جرت الأخ أن يقتل أخاه. نعم قد يقتل الأخ أخاه حسدا. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا من خلال القصص عاقبة أفعال الخير وعاقبة أفعال الشر. هذه النقاط الأربعة يخياني تندرج تحت المسمى المقاصد التربوية للقصص القرآني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ويا سعد ويا أبهى من صلى وسلم على الحبيب المصطفى. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما. النقطة الأخيرة عندنا مقاصد تاريخية واجتماعية للقصة القرآنية. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى من خلال القصة القرآنية يريد منا أن نفهم المجتمعات التي سبقتنا. ونحن اليوم في 2024 إذا كنا نحب بلادنا تولي بخير اجتماعياً واقتصادياً وأخلاقياً واللي تحب عليه أنت تعليمياً، ينبغي لنا أن ننظر كما كان الأوائل كيف تفاعلوا مع هذه الدنيا، لأن الدنيا هي واحدة لكن الناس هم الذين يتغيرون. القصة القرآنية لما نقرأها نجد أن الله تبارك وتعالى يريد منا أن نفهم المجتمعات التي سبقتنا كيف عاشوا وكيف كانت عواقبهم. الله سبحانه وتعالى يفهمنا سننه من خلال القصة القرآنية، يفهمنا قوانينه من خلالها. السنة الإلهية أيها الإخوة هي فعل من أفعال الله عز وجل يتعامل الله بها مع خلقه. يعني هناك وعليهم هذه القوانين نفهمها من هو الذي يعمل سوءاً ويجزب؟ أردت يا أخي الباهية أختي الباهية يا ولدي أسمعني مليح خاصة شبابنا، إذا غير الله نفسك يجب عليك أن تغير. قال فيه سبحانه وتعالى في سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. التي هي بمثابة الطابع لفهم مقاصد القصة التي عرضها الله لنا في هذه السورة. بعدما تكلم عنها في سورة الأعراف في قصص الأنبياء جاء قوله سبحانه وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يعني ربي سبحانه وتعالى يقول لنا أنا أجعلكم تعيشون فقرا وبلاء من أجل
إلى الله تبارك وتعالى. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. الآية الثانية الموالية اللي بعدها: ثم بدلنا، شو محلاها الكلمة، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. يقول سادتنا العلماء هنا: السيئة هي الأوضاع الاجتماعية السيئة، والحسنة هي الأوضاع الاجتماعية الحسنة. فالله عز وجل يقول: أن لي سنة تبدلت أو أبدل حالهم من سوء إلى حسن. لماذا؟ من أجل أن يخضعوا لي، فلم يخضعوا له سبحانه وتعالى فأخذهم بغتة وهم لا يشعرون. هذا قانون يجري على قوم نوح، ويجري على قوم لوط، وقوم موسى، وقوم عيسى، وقوم أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. فمن لم يشكر النعمة عاجله الله بالنقمة. لاحظوا: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا. عفوا يعني تعافوا، يعني نموا وكثروا، حتى عفوا وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء. يعني الضراء والسراء يا خياني ليس لها علاقة بالإيمان، مثلنا مثل آبائنا، هم عاشوا سراء وضراء ونحن عشنا سراء وضراء، لم يفهموا السنة الإلهية من خلال قصص الأنبياء. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يعني أخذناهم دون مقدمات من أجل الفهم الخاطئ في سنن الله عز وجل في خلقه. ثم ختمت الآية، يأتي سياق آخر يقول الله عز وجل متحدثا عن سنة الرغد وربطها بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. واسمعوا جيدا هذه الآية لأنها تحكي على وقعنا اليومي. قال ربي سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أي أهل القرى دمشق والسعودية واليمن وتونس والجزائر والمغرب العربي، كل بقعة في هذا العالم تنطبق عليهم السنة الإلهية، لأن العلماء يقولون سنن الله سبحانه وتعالى لا تحابي أحداً، فهو قانون إلهي يجري على الجميع. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يقول في آية أخرى في سورة المائدة: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إذن من خلال القصة القرآنية الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف تسعد المجتمعات بالنظر إلى قصص السابقين. فإن فعلنا فعلهم في الخير رفع الله ما بنا من البلاء، أو فعلنا فعلهم للشر وأدرنا الظهور للشريعة عاقبنا الله بغتة دون أن يعطينا ربنا تبارك وتعالى مقدمات. علاش وليداتنا ضاعوا توا؟ علاش المخدرات في البلاد؟ علاش الرشوة قاعدة كيصب لنشرب؟ علاش وعلاش وعلاش؟ لأنه نحن جعلنا القرآن وراء ظهورنا ونحبوا على القوانين الوضعية التي ليس لها صلة بالقانون الإلهي الذي وضعه لنا ربنا تبارك وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لذلك ذكر الله تبارك وتعالى صراحة في سورة هود: يا ربي لماذا هذه القصة؟ الإنسان يتساءل، اللي حافظ القرآن ويعرف يبدأ يقص في القرآن، يقرأ من أول سورة هود ويقرأ حتى يصل إلى خاتمتها، يقعد بينه بالروح: يا ربي لماذا هذا القص القرآني؟ لماذا تقص علينا أنباء الرسل؟ لماذا تقص أنباء الرسل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ انظروا الآية القرآنية تذكر القصة، إيش قال ربي سبحانه وتعالى ويعطينا الفائدة متاحة: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فمن فوائد القصة تثبيت القلوب في أيام المحن، تفهيم العقول، أفعال الله ظاهرة وباطنة. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. هكذا نكون التاريخية المقاصد الاجتماعية في القصص القرآني يسوق رب العالمين هذا الكم الهائل من القصص من أجل أن نفهم الحياة. والله يا خياني أقسم بالله العلي العظيم، القصة في القرآن العظيم تجعلك تفهم كيف تعيش، كيف تحيا، كيف تسعد،
القصة في القرآن العظيم تقول لنا إن مفتاح كل سعادة أو مفتاح سعادة كل إنسان بيده، مفتاح فرجنا بيدنا وباب شقائنا بيدنا، نستطيع فتح الشقاء علينا ونستطيع فعل فتح الخير علينا، كما سنشاهد ذلك بإذنه سبحانه وتعالى إن أحيانا الله إلى الأسبوع القادم. ونبتدئ القصة الأولى من القصص الأنبياء، قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. إلى ذلك الحين نستودع الله سبحانه وتعالى خواتيم أعمالنا، ونستودع الله سبحانه وتعالى صلواتنا، ونستودع الله سبحانه وتعالى أعمارنا، حتى تكون كلها في مراد ربي سبحانه وتعالى. ولن نستطيع أن نكون في مراد الله إلا إذا اتبعنا سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، الذي قال في حقه ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، نور الأبصار وضيائها، عافية الأبدان وشفائها. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم أكرمنا بالقرآن، اللهم لا تهنا بالقرآن، اللهم لا تهنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن، اللهم ارزقنا سر القرآن، اللهم ارزقنا بركة القرآن، اللهم ارزقنا فتح القرآن، اللهم ارزقنا القرب من القرآن، اللهم لا تبعدنا عن القرآن يا رب العالمين. اللهم بارك للحاضرين والحاضرات، اللهم اشف الحاضرين والحاضرات، يا رب اقض دين الحاضرين والحاضرات، اللهم اقض دين الحاضرين والحاضرات، اللهم اقض دين الحاضرين والحاضرات، اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات. اللهم يا رب وفق أبناءنا وبناتنا في امتحاناتهم يا رب العالمين، اللهم ألهمهم الإجابة الصحيحة يا رب العالمين. يا رب رد شبابنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم احفظ بلدنا تونس من الفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. احفظ يا رب جيشها وشعبها وأمنها يا مولانا الراحمين يا أرحم الراحمين. قلت في كتابك رب ندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تهيئ لأمر أهل غزة رشدا يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم، اللهم شافي مرضاهم، اللهم عافي مبتلاهم، اللهم اخذل من خذلهم، اللهم انصر من نصرهم، اللهم أكرمنا بالصلاة في المسجد الأقصى يا رب العالمين. طهر قلوبنا وأفئدتنا من الكذب والنفاق والرياء، وارزقنا حسن الاتباع يا مولانا. وصل اللهم وسلم بدءا وختاما على سيدنا وحبيبنا وحبنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر. رسل ما نثبت به فؤادك.